يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ولا آدمي خاري وكل هالعرب بويه رقود، يا غير بويه مكلمكم واعي من صباح الله خير. ووايد تريح حركة شرق غرب، حس طراد حس مكينة، حد بيتدش حد بيتحرك، حد بيقول كم الخبر ولا اللومي بكم. والله يا ابوكم ما حد حتى تنسخ، تحر حد راش عليهم فليت، جايبين البحر ذبيحة ونصها مسوين فوقه ونصها مشواي، لا نصها مرقة نصها مشواي، الفوقه هاك بتقوم مرزوق مسوينها على دياي، وغادي اللحم تحراه تين يتفتت من زينه. وعقب ما لطمنا هاكله ريثي، ولان ابوكم تبايعنا، حد يروم يرمس حد التتش وحد شو بقولكم غير نمونا غدينا. او والرقاد ونش اليوم ابوي من عقب ما ظهرت الشمس، هذا انا الباجين ابوي بعدهم منطبنين، منطبنه العراب كلها منطبنه كلها منطبنه، ما حد واعي ما حد واعي، ما حد تحراه بايتين الليل يكدون الملح، يتحراهم يكسرون الحصى واللي يكدون الحصى العرب من التعب. برغم اظني لان هاي يداومون اسبوع كامل، ما حد ابوي شراتي الا انا ولا هاي ابوي يداومون يداومون ويجون ابوي هني البحر يرتاحون، انا لا اباهم ينقزون بر وبحر ما يستوي، فقاري يبون يرقدون ظاهرين من عقب كدة اسبوع يبون يرتاحون شوي شوي، والله لازم يبون يرتاحون فقارة. انا يجلس طالع علي على عمري ابوي، انا انسان ما داوم، متقاعد وقاعدوني ليت ما قاعدوني، يلا بنرمس خلاص. خاري فسجل جل البحر ورديت عاده مره ثانيه، هذا اللي هو اليومي اللي لا بد ولا عذر منه، هذا المحلة المحلة الأولي اللي يخدم فقط بمريس، ما ينحط له لا زعفران لا عندك لا همك الله لا إليك، فقط مريس، والمريس ما بوايد ريحة مريس، ريحة شيء بسيط. قرب الله تحمد البنغالي هذا محمد هو اللي يخدمه، ما ريحته ما يجيك سمونه جايينك يتكسر، ولا يعين انك شرات لي لود، ولا القرص غليظ، لا يا القرص رفيع ورقم واحد. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، شوف الله عليكم قال لي انا في مازين مازي وتلوموني، بلاك ما تصير شرق وغرب وشرق، ما اللي حصل له الجو الفنان وهالجلسه جلسه يمين والجلسه الثانيه يسار، يعني وين بيروم يشوف شيء عاد زين ما بيحصل. هذاك اللي ما شاف للحمه يتعيب من الريه، نحن اللهم لك الحمد في هالبلاد شايفين للحمه من اول ما طاحت طحنا من بطون امهاتنا، فلذلك ما نشوفها شيء جديد هاللي الناس الحين تهول منه، يا ربي شو هذا يا ربي شو هذا. الحمد لله بلادنا كلها بخير وشعبنا مرتاح والناس بخير وسهل، ولا حد يشكو من باس، يبغي شوية اجتهاد وشوية تفكير وخوف من الله سبحانه وتعالى، والأمور كلها طيبة، خليجنا كله زين وكله فضل من الله، لكن يبغي شوية مخوفة من الله ويبغي شوية ترتيب ويبغي هذا وتعيش اللواد بخير مثل ما نحن عايشين وغيرنا عايش. والله العظيم اني ارمسكم من صدق، ما شي شرات راحت البال، ما شي في الدنيا العود شرات راحت البال. شو هالدعيثير هالدعيثير، روحه مستويه روحه مستويه. ساعدنا يسين يحط دلالنا انا ابو محمد ونيس قهوه في هالمكان، ويونا عاد قوم مرزوق وما ادري مودر كل المكان، وانا يجلس في هالمكان الفنان. والله يا ابوكم يا ريحه البحر يا انها تطول العمر، هاي ريحه اليود اللي فيه، ريحه اليود يود ليواد، وريحه الطيبين وريحه العبق الماضي وريحه المستقبل الاتي، هذه روحها يا ابوكم الحياه بعينها.
يا ربي يا رب ساكنين في الفرجان اللي هناك محارب، الطيب والأخلاق كلها فيهم، والكرم وكل شيء فنان تلقطون عندهم. البارح فنان نحن في السلع، هذا أبوي واحد من هل بالفريج، هذا من أصولهم يدان يدانهم هني، وهو هناك باني في السلع. يمكن لهم البقع حيج بعد من زمان أنا ما أدري، لكن أرمسكم كشخص بني آدم إن شوفوا طيبة هل هالدار كيف، وصغارة نفوس ما يقولون نحن ونحن طيبة والأخلاق، تربية العيال، تربية الفنان، يحافظ على هالزول تبارك الرحمن. زي شو أسوي؟ أدم عمري ما ضرهم أدم عمري، لا والله إلا فنان وزين وخير وأحب العرب، والعرب تحبني. شو أسوي؟ ما هي بجنة، ما برمان بس. شفتوهم بالله عليكم مقواهن؟ شفتوهم مقواهن وين تشابه ببجي؟ بعد البحر لازم برد يدخل في مخي، واضطر يمشي بسرعة 80، والله غير ينتفخ راسي. كل هالعرب ويوم يظهرون البحر عن البرد تلطموا تلطموا وتلثموا وتدثروا، يعني ما خلوا شيء ما سووا، لحفوا روسهم وذنيهم ورقابهم عسب ميهم الهواء البارد. عين ابوه ببجي لك صدقها والله، ما قالت عيلة كانت تبون الصدق، الصورة هاي صدقها، يعني هاي اللي كاتبة هالكلام ما قالت عيلة. غرب الله انت وين اتصابت على السالفة؟ الله العظيم. يقولون ليش ما يكون شيء يدار؟ ليش حاطين شبك؟ حد يحط بالله عليكم يدار ويحجب رؤية البحر غير المدحوب اللي ما في حاس سيء، اللي ما في حاس سيء بيع، ولا عيل هاي كلها نبوي بيوت وحدة، من شرق الأرض لين مغرب، أخوان وبني عم وجماعة وأهلية، كلها الفريج اللي تشوفونه، يعني كل هذا ابن عم هذا، هو أخوه هذا، ولد خالة هذا، نسيبه يعني، ولد اخته ولد عمته، هالنمونه كل هالفريج. والشبك هذا ها ما يود شيء، هذا بس اللي عسب الطباب والداري، وعسب داري هي ارتفاع طابوقتين اظني له ثلاث، عني الداري ولا شيات، هذا لا اكثر ولا اقل. والشبك على الفروخ يودرون الطريج، يودرون الطريج ويجون الطريج هذا بس لا اكثر ولا اقل، لان العيال ما شاء الله عليهم دراجات وسياكل وما ادري شو وسوزاكي ومن هالاشياء، فاذا شافوا بلي طابوك الارتفاع بيازم الطريق كامل خري مري. لكن اقول لكم يا المكان هاللي انتم تشوفونه يمي الشيار، شفت البر اللي هناك، هذاك اللي هناك هذاك عباره شارات المحميه، لان ما تدوسه الريل ولا يقرب ولا ينه السياير. الحين بصور لكم شو وادي المكان هذاك، مصور لكم اياه، يبين اصلا مهني يميع الثمام والرمت والهرم، يميع الارانب، بخبركم بس ما هي محتاج اسك ليه هناك، يميع الارانب الاول هني، ترى ارانب مكثرهن، نعم في السبعينات والثمانينات اني من ابو ظبي ونيلس باليومين والثلاثه في هالبر، ويميع الارانب والله انها تنقز من تسمع حس دقه سياره السلف. انا ما اشوف شيء من هنت، ما اشوف تمت ولا شفت ارنب الحين اكثر من 15 سنه، ما شفت ارنب في البر هذا الاول، ما شيء اكثر عن هالارانب. الارانب ما مال تربيه، لا البريه هاي اللي لونهن ذهبي ورمادي، يا الله ما اكثرهن. الداني بيته 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 هذا، بس يبون ما يشلونه، هيخلونه البيت زين، اي خلي هذا خلي هذا عيب ما يشلونه، خلوه هذا. شو هذا؟ طبعا اي شو اخبارك؟ زين نمبر 1 نمبر 1 كل شيء زين؟ مني منك كل زين كل زين. شو سويت ريوق اليوم؟ لا ما سويت ريوق؟ لا بريكفاست ما في؟ لا انا مهيب ماني سوا، بس ما انت شو سويتوا انت؟ لا يا الله التوى مصيرك. لا ما يب. صبر صبر ومنك انتو بيت شو سويت؟ سويت محله؟ ايوه. وبعد داخل البيت ما لا بس هي بس خلاص ها
هذا سؤال هذا جواب. أيوة. انا ما اسالك انت. لا لا انت انت لو ما تاكل ما غدا بطنك الكبر. ايوه هي بك الله انت خوز العيب. ودرت ابوي الجماعه كلهم اللي خاتل اللي متدفي ابوي تحت البرنوس عن البرد اللي بعد راقد يعني ودرت ابوي تريقت عينت من الله خير وتوكلت على الله. الحين الله يحفظكم كنت تعديت الرويس وحين لفت غياثي على يميني وان شاء الله اني متوكل على الله غدايه اذا الله جعلنا من الحيين في عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي. مليح مليح ولا انا مخاطي وان شاء الله بعد اقول تيل وقايت انك ابوي يميع الكراتين من السعوديه شحنه جايت انك شحنه صح كراتين صح جايات من السعوديه قلت وتحرجون فيه انساك اللي ني بتبطلون كرتون ولا بتبطلون شيء ولا تسكون عدنات الدون خلوا بكروت ودنيا وعلمه واخبره بنشوف ابوي هالسح من وين جاي شو نمونت شو اخباره شو علومه وخلاف عاده كان بتجسمون شيء ولا بتودون شيء شرق ولا غرب على هواكم يا غير حينه لا حد يحرج ساكن قالوا ان شاء الله وهاي علومي كلها بنشوف بعد شويه كان طرت علي ايه عندي سالفه مع الرحيمه يميع المسجات يتني من رحيمه بخبركم بعد شويه بدأت تشوفون الحد هذا ما يوجد إلا في واحد أدنك هذا النوع هذا نوع حبته جامبو وفي هناك يميع الحب الدنيا والدين مليون نوع لكن مثل هذا ما في ما في زود ملح ومهنهن على الضوء يعني منهن على قولة الكويتيين ومحموس شوية دورت في جميع شيش البترول ما لقيت موجود إلا في شيشة قرب طريف أظني نحن حينها هي قرب طريف أظني هي لقيت أبوي ماشي عندهم لها كرتونين وهذا نص كرتون هذه لعني تمحد حق حد حبه وحده المهم أبوي اللي حد مدمن على الحب ياخذ من هالحب شيء مميز وفنان حبة الجامبو وطعمه فنان ويعني أخير عن رمس في التلفونات الوايد والقرقعة والصدع والديانة وايد فنان اتوقع ان هذا معبى فقط لواحد ادنك اتوقع يعني العلم لله عند الله اتوقع يعني على 7 دراهم اظني الحبه 7 دراهم اظني 7 دراهم الحبه كذي جايب لي يا ريال الله يحفظه هو اللي عرفني عليه قبل سنتين ونسيته انا وامس جتني معلومه وايد جيده عن حب الشمس دوار الشمس انه زين ومفيد يعني من هالقبيل وهذا ولكن أنا ما أحب الملح الزيادة لكن هذا أخف نوع ملح فيه شيء بسيط الملح لا يذكر يعني تصبح براطم مبيض ملح المهم شيء جيد وفنان نعم هاي اللي تشوفونه النوع هذا من الحب تعرفون شو يعني إدمان أنك لدرجة أنك أنت يعني تعشقه أنا ساعات يوم حتى أسافر حد يشل من هالحب مصر هي بلاد الحب هي ناس تجيب منها الحب مثل هذا ماشي معبى ونظيف وطعمه جامي ما بين طعمه مالح لا فرق بين الجامي والمالح الجامي شوية أكثر عن طعم المعتدل شوية لذلك يقال عنه جامي أما المالح يسمونه ملح وجاج محيط يقول لك والله سرنا البيت الفلاني لكن هي اللي سيت ام ابوي ما تتشاهد لكن ما يقولون عنها مالحه عجاج ولا محيط بس عرفت العرب ان هي سيت ام مالحه كان يطلق اللفظ هذا مراعاه لشعور راعيه البيت ان يعني ما يبون ينقمون هاي يقولوا لها هي سيت ولا شغلت ما بزين لا قالوا والله ما يرقصوا قدامها يوم يحدون عمارهم ظهروا سيدنا البيت الفلانيين ريستهم فنانة يغير أجاج ملح الأجاج ما يقولون هذا الملح عادة بس أجاج أو محيط ولا قالوا صلف
هذا كله الفاظ عن الاكل المالح ايا كان يعني. فلذلك ما يبون يجرحون شعورها فيقولوا لك بطريقه مبطنه يعني، هاي اتكيت الاوليين، هاي اتكيت الناس الاول، هب الحين فضل عنكم ويا من صوت ما يتشاهد. هلا غايين شي يرمسون، ونسبه لفرجاننا نحن الاول ما يقولون هالالفاظ، يا غير يقولون بحق ها شو اي والله يا هريسه تم بحق، هريسه تم بحق، ولا طباخهم بحق، ولا يقول لك هاك والله كركم ريش، الكركم يطاير من معالي الصياني، طباخ الفلانيين من تشوفون الكركم يطاير معالي الصياني عرفوا ان طباخهم كركم ريش، يتحرون تكويد الكركم زين، يتبزون العيش والفوقه والصوالين والمرجات كلها بوي كركم، يازم ابوي الكركم يطاير في العيون من كثر ما يكودون الكركم، ابوي يحطون ريحه قوت عن لي يموت اسم، حد من العرب مدحب يكود ما يعيبه الا شيء تكويد، تكويد يوم بتكود بتحط شيء ما عليه بتكود، كود في المعطى، كود الني، كود شيء اللي ما بمستوي، كود في الكسوة، كود في البهانس، انفخه الظرف يوم بتندب شيء، الرحم ولا صاحب ولا صديق ولا عم ولا من رحم الرحم ما علي، طرش ابوي الخطوط مزره هذا تكود، هب في البزار والكركم والملح والشكر هذا يكودون، لا يوم بتكود كود ابوي بشيء اللي فيه خير، شيء اللي تندشر، حب تكود ملح وتوديه للعرب ما حب ياكله، مشكله والله يا ابوكم عندي يميع الرمسه وعندي يميع السوالف، يا غير والله يا التليفون هذا تشوفونها صغيرون اللي هالكبيرو، يا ان ما سكت من ظهرت من تنتي شويهات ليه وصلت حينه مدينة محمد بن زايد وهدربان ريج، هدربان ريج من هذاك الآن إلى هالآن رمستن وحده، يا ربي لك آدمي ولك آدمي اللي اتصلن وكلهن أبوي بن هدربان، وبشيركم كلهم عاد مش أصدقاء عاديين، أصدقاء خاصين، أبو سلطة متسلطين علي اليوم، سلطة سلطة جايتني متسلطات علي كلهن، صديقاني واصدقائي، اصدقاء صدقاني وصديقاتي اللي عدي بهم من زمان كلهم اتصلوا اليوم، ما واحد منهم رمته تعذر منه، خيلت روحي متولح، روحي متولح عليهم اصلا اصلا من الاساس، انا متولح عليهم في خاطري ارمس وياهم، سبحان الله ويت الصدفه انهم روحهم دقوا لي تليفون وفي ولح عليهم، وعيل عندي موضوع ضروري ضروري كنت ابغي ارمس عنه، عن الترابط الأسري الخليجي، الترابط الأسري الخليجي في قصص وايد وهيضتني في الموضوع حالي، هيضني مسجات يدني من رحيمة، مدينة رحيمة وما أدراك ما مدينة رحيمة، مدينة رحيمة في المنطقة الشرقية في الدمام، يتني سوالف وايد وذكريات وعلوم وسوالف، ضروري أرمسكم عن هالموضوع ضروري، على كل حال على كل حال موضوع جميل وموضوع أنا يهمني، وأنا حيد أي شيء يهمني يهم متابعيني، لأن متابعيني كلهم فنانين وزقرت يعيبهم الزين ويعيبهم السوالف اللي أطريها، لأن السوالف هي أنا ما فيها شيء مال تمثيل ومال صدع وديانة وإعداد وإخراج وقول ولا تقول وهاي كلمة زينة، ما لا كل أبوي صيد وادينا حلال وضرب شيار صيد أرانب والحمد لله الأمور طيبة والأمور سهالات، واللي ما طريته حين وأنا جاي وإن شاء الله بطيلكم إياه يمكن العصر المغرب عقب النادي حين بعد بوصل البيت جايني الخبير وبتغدى ما يدري الله أعلم حين شيء بعد اللي خمس أقل عن ثلاث دقائق بوصل البيت إذا الله أراد، وبنشوف شو الهست والعلوم برد أرمسكم، يلا سامحوني والله يا أبوكم يميع الرمسة عندي، وكنت أبغي أخبركم بها مواضيع وايد فنانة
لكن سبحانك يا رب ما الله كاتب لي نصيب، لكن لا الله كتب لي نصيب ولا الله كتب لكم انتم نصيب. نعم قلت لكم انه جايبني من السعوديه سح وصل، يا غير انا ما شفته وصل الحين، وظهرت من الكراتين وحطينا شيء فصحون وشيء تم بكراتينه. السح عباره عن سكري فراده روحه الفرد بفردته، غير التحرايوز عاد نثر روحه فراده، نحن نسميه فراده، هم في السعوديه يسمونه نثر. انزين وهذا الله يحفظكم اول مره اشوف من هالنوع اللي هو الصقعي، الصقعي المكنوز. شوف فردته، شوف الفرده تبارك الرحمن، هذا الصقعي المكنوز. سبحانك يا رب، غير نيران ذهب، هذا الصقعي المكنوز كنيز مضموم. وهذا الله يبارك فيكم اخلاص، شوفوا الفرده مكبرها، هاي فرده الاخلاص بعض مضموم، ما في وحده كبيره وحده صغيره، لا كله نمونه وحده. والتحراه ذهب، سبايك ذهب، هذا عن طرف الاخلاص. وهذا سكري اخوه، هذا اخوه يا غير، هذا نثر فراده وهذا مضموم ضم مكنوز كنيز، فالكرتون بكرتون جاي يعني. وهذا شكله من عقب الضم، انا ما اكلت السكري مضموم، ضارين ناكله فراده نثر، اول مره اشوفها بهالطريقه. وبعد من نواتقهم في السعوديه الله يحفظكم التين، التين المجفف. ها طاش قال ياسم، هذا التين المجفف خاتمينه على تكاليف السح، يوم فتشينا من القراطيس هذا ما تشوفونه، تحرات توه مخروف من امهاته. سبحانك يا رب، والله ما غلبهم شيء في السعوديه. وهذا كله الله يحفظكم ريال من دبنة ومطرش الكرت ماله، قال هذا بضاعتي وهذا السامان اللي عندي، وطالع ابوي اللي يبى حط لهم رقمي وهذه بضاعة قدامكم، سعر ما سعر طريقة كيف يوصل لين عندكم ولين مكانكم انا ما ادري، بالواتساب تقدرون تسألون ويخبركم عن الصقعي المضموم اللي هو مكنوز، وعن الاخلاص اللي هو مكنوز هاي اللي تشوفونه لكن حب بحبته جاي ما بياي معفص، وعن التين وعن بعد السكري المكنوز وعن السكري الفراده، واللي يبى ابوي يرفع الشاشه وبيوديك ابوي على الواتساب مال الرجال روحه، وكلموا طالعوا شوفوا السعر تخبروا عن اللي تبون وبتى يوصل، اخبارك كلها عندكم. يلا اقولكم الحمد لله تلاحقت عمري، خدت لي ابوي كرتونين واربعين حبه من غير اللعنه يوجه كاني ادريبه، انا ابو ما حد يسوي لكم سبب، ما عليه زح ما بيوجه من السوق، لكن ابوي لا تنزفون تيزفون لي في الاسواق كله، خلوه شوي ابوي الناس تبى شيء زين، فانا ما بيوجه ان خدتوا مره واحده بيتكود مره واحده بيحطوا لكم من المنتهي، اللي بياخذ ياخذ حب وحبتين، لا طالعون علي انا لاني مدمن هذا النوع من الحب، بالاخص متشن من داخل يبت بتفرق الحب ولانها متشنه تحرى عض عض قبقوب. لشركة أعمار يعني عمليات متعددة إن كان في قطاع الضيافة التأجير، وحاليا يعني الأوضاع الاقتصادية ربما في هذا المجال صعبة بعض الشيء، فإلى أي مدى تتأثرون؟ كيف شهدتوا التأثير على عملياتكم؟ والله شوفي أنا بكون واقعي معك، نحن كمؤسسات لازم نكون واقعيين في عملنا، هل نحن نبني مؤسساتنا بس عشان تربح أيام النمو وبعدين نبكي أيام البطء، ولا نحن ناس واقعيين نعرف بأن ربنا أكرمنا، نعرف أن في أيام طيبة وفي أيام هادئة ولأسباب يمكن اقتصادية وأسباب سياسية، هل أنت مؤسستك
قادرة على تحمل البطء، ولا نحن ناس مدلعين، يا أما ربح ويا أما بكاء. فأولا لا زال هامش الربح موجود، لا زالت الربحية موجودة في مؤسساتنا. هل نحن عملنا بمستوى 2017؟ لا، ولكن مثلا أول شهر من السنة هاي صراحة كانت مفاجأة طيبة في الأرقام اللي وصلت لنا، وهذا كرم من رب العالمين. ويمكن كذلك نقول في الشدايد، في الشدة الرجال لازم تصمد، والعمل لازم يزيد، والمصاريف لازم تقل، والعمل لازم يكون ليل ونهار. فيمكن هالأسباب الله أعلم يعني، بس بصفة عامة المستوى أحسن من توقعاتي صراحة في بداية العام هذا. ونتائجنا كذلك يعني عام 2018 بتشوفونها في نتائجها، بتطلع بالربع الأخير، طلع أفتكر، وكذلك عن نتائج العام بصفة عامة في نمو أرباحنا. ولكن هل هذا هو المستوى اللي نتوقع من الاقتصاد؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يخبر ايه؟ شو؟ في سيف. في شيء بس ما يخبر. شو؟ إيه شو؟ برومس. شو عاد؟ دقيقة. شو هذا؟ شوف. عنب. بس انت شو؟ شوف. تكبر. يلا 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 يلا. منو هذا؟ منو هذا؟ هذا احمد يا كيكي. ها؟ منو مسوينها؟ كيف انت؟ صلاح من وين؟ ما يكلم. ما بتخبرني؟ انا عارف اقول. منو خبرني عاد قول. صلاح والله قول. ماما. ها؟ ماما. منو؟ ماما خديجة. خالو خديجة؟ ماما خديجة. عند خديجة بنت احمد. أيوة. يا سلام، مشكورة يا ام فاطمة، مشكورة يا بنت احمد، مشكورة. يا سلام. هذا انت يا صلاح كندورة صوف. يا الله شو هالزين. ها محامي احمد يا كيكي بعد حامي. ايوة يا سلام. شكرا صلاح. شوف يا العروس في حال وافقتي، ها ما في الحاضر مدح، ها هذا رز وعلم وخبر. خوال ابوي قبيسات وعموم تنبني خالد، شو خليتي قبله وملح وزين وسقبه ولا وبيزات بعد. بيزات ما ظهرن. ها ايه بتصير رياضه اليوم من الوقت حبيبي. ايه بس الرياضه بالوقت. انت رياضه؟ لا نعم بروح رياضه. انت بس باكر شو حتسوي؟ لا هي باكر. تعال باكر الصبح ضروري تي صلاح ان شاء الله. شوف بيبي بيتي الصبح. تعال محس هذا شو اسمك اسد، تعالوا بكره من الصبح لاني انا عندي شغل بسير العيد ان شاء الله بكره. صلاح بيتي شخصيه وايد ضروري تلاقى وياها. ما بيتي هني بني البيت قال ضروري يكون صلاح موجود، كان تبوني اقبل عزيمتكم على الريوق. عندي منو؟ والله منو خلت تولي. شو صلاح قلت بني جايت انك من دبي، قالت ضروري اتلاقى ويا صلاح. انت مشكله ما شي مشكله اكيد وصور وياها مشكله اكيد. زين توكل على الله. زين حي شو بسير؟ وين بسير انت؟ بنياس. بسير بنياس الحين؟ زين وهاي الصوره حقينا؟ لا ميلس. ايه؟ ان شاء الله مع على بابا. عدا صورة. شو الحين وين احط؟ عدا صورتي ولا عدا صورة ابوي؟ ابوي ان شاء الله حبيبي. عدا صورة بابا احمد ان شاء الله. شو بلا شفتوش انت اهو؟ يا سلام صلاح ما خبتني عن النعال. هل ماخذين عولي داد جديدة قبل امس؟ والله بيزات منو اداهن؟ ماما. ما شاء الله. ايوه ترى يا عم شو هذا كله جديد كله. هات 50 دقيقة. هات 50 دقيقة. راح فين؟ يجي لك زيت الفلوس. ها؟ يجي لك زيت الفلوس ولك أروح. صح بتصير الحين أنت؟ خلاص ما بنعطي حسن بيزات ما يحتاج. باص بابا. عقب لي بكر هو 50. لا تي اسطب فربة. لا تعطيه حتى بيز يحكي بها عينه يا صلاح. ليه؟ خلص بابا. أنا آخذ الصورة دي. إي ها يبعد صورة حياة أبوي.
يلا الله يحفظكم. مع السلامة حبيبي. ترياك صلاح شو؟ إن شاء الله. ما يخص. شو الصبح من وقت تعالوا؟ إن شاء الله. صلاح. إن شاء الله. إيه إن شاء الله. يلا حبيبي. لا يختلف اثنان عن مكان تواجدي أكيد يعني أكيد لا يختلف اثنان. هذا مكان تواجدي حاليا في الجيم. جيت عيت من الله خير. سويت وقيت وقدي ولا لا قضيت وما ضيت وسولف فيها صلاح. وحين جاي الجيم وبصير اتعشى بيجيني ضيف من مدينة العين الحبيبة. الضيف كلكم تعرفونه وان شاء الله بيستوي التصوير وتعرفون الشخصية اللي جاية بتعشى عندي مين هو وربعه. والله مرحبا بكم وسهلا خلاص انتم بترحبون بالضيف وياي ان شاء الله. اليوم بودي تعايس على التمرين قلت لان عندي عشاء لك قلت عقب لا لا في وقت العشاء بيكون الساعه 8:30 9 وحين الساعه 7 شيء وقت وايد واحد وان شاء الله نبي الحل. اقول لكم انا كنت قلت حق ابراهيم تراك لازم من عقب ما ينام من لندن بين فتره والثانيه اتي عندي من اربع سنين سولف ما بلا نتلاقى كان بشرق ولا غرب تعالي البيت بنت قهوه بنسولف. قال ابوي قهوه نحن عايزانين منها تاميتنا مصبه بيك ابوي على العشاء. قلت له عشاء البيت. قال لا روري ابوي عشاء في مكان فنان رقم واحد. قلنا على حافظ. طيب يا ابراهيم. وهذا ابراهيم بالتوفيق وصل وياه ربيعه سيف الدرمكي. سيف الدرمكي. وهذا ابراهيم بن توفيق. وهذا خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي. وهذا محمد السويدي. زين كيف حالك ابراهيم؟ خير ربي يسلمك. كيف انت؟ اللهم لك الحمد والشكر. انزين الحين الله يسلمك نحن نبي بنسوي حي وحاي وبيع مسابيح. بتسالني ليش؟ ليش؟ ولا شو السبب؟ شو السبب صح؟ صح. انت مش متخرج؟ اكيد. اتصلنا وباركنا لك وخلصت التخريج وحطينا صورك وانت لابس البشت الاسود او بالبرنيطه ولا زين احب عبر رد ننزلها. فاليوم الله يسلمك العزيمه بمناسبه التخرج. جزاك الله بخير يا ابو محمد. ها شو رايك؟ جزاك الله هاي ابوي اليوم يقول لك حي وحاي وبيع مسابيح. بونك بياض وي يعلمك تسلم ما تقصر يا تقصر. لكن عاد اللوم في ربيعك السيافي. سامحني يا سيف ترى اليوم انا ما خبرني ان بجيب ريال قريب وياه. والله حد غريب طالب ابو محمد. يعني الله يسلمك يحفظك. لكن ان شاء الله ما يوبك بتاكل في يوم غير هاليوم. اليوم ما علي مال المطاعم وزيد ان شاء الله في البيت ان شاء الله. الله يسلمك ولا يخلينا منك. زين شو الاخبار؟ شو العلوم؟ كلهم بيسلموا عليك هالشارجة. الله يسلمك. مبسوطين بيك الشارجة وانبساطنا وسولفنا وعينا من الله خير ويبون يطمنون على عيونك. هل والله عيوني بخير وسهلة الحمد لله وبيض الله وجوههم وافي من قمة راس منين العيون الشاهد الحمد لله. الحمد وانت لله. بعد يسلمون عليك هالراس الخيمة سلام كثير بلي عدد بعد وخاصة مسالم تقول لك هي. ليش يوم ترسل لك ما ترد عليها؟ افتح سنابات ابوي تراني ما عاد رقمها انا. انت هل انت تتوقع اني بروم افتح يمي على سنابات؟ ما شاء الله بالالاف اي والله الحمد لله الله مقدرني عليها اسوي لكن هاي رساله وامانه وصلتها لك. شو اسمها الحرمه؟ ام سالم. سامحيني يا ام سالم ازيد يوم بتيني رسالة بفتح انا افتح كل الرسائل ليه قدامي افتحها كان الله كاتب لي نصيب ان شاء الله بتنفتح الرساله برمس وياك بسولف لكن سلامت بلغني اياها والتوفيق ويعلي يسلم. عرب الله ابراهيم زايقه على عيونك تقول هاك اليوم قلت هو نجيب مصير يومين طمنا على عيونها ابوي عيونها صاحيات بيداميات رقم واحد مره ما عليه قاصر. زين ابو محمد كان الاسم قريب يعني كيف ما شفته انت؟ لا والله ما كان جيل ابراهيم ها؟ كان وايد بعيد يعني بعد الدوار بيننا وبين الدوار 27 سياره 27 سياره بيننا وبين الدوار بس راك حسبتهم ما شاء الله 27 هلا حبيبي كيف حالك؟ الله يسلمك. شو الاخبار؟ الاخ سيف الدرمكي. الدرمكي الظاهري؟ الدرمكي. سيف الدرمكي ابراهيم توفيق محمد السويدي. هذا المهندس ابراهيم ابو ابراهيم المهندس منهل. غنى عن التعريف؟ اي نعم. الحبيب الله يسلمك. الجماعه ابوي اللي حجمه شويه ضخم يدور قدام ولا السمبتيك يدور ورا
دار ابراهيم ورا كنت ما بعد تقرر انك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. انا اسوي رجيم الحمد لله محمد الحمد لله ضعفت صدق والله الحمد لله تستاهل حتى وجهك برق ابونا مبرق وجهه بعد شلون تبرق. المهم المطعم ابوي اللي الحين جايين ما يناعبه شديت قبل وسالت عنه وتاكدت منه وحاليا نحن وصلنا انا والشباب وهذا ها ابو ابراهيم هذا هو المطعم اللي خبرتكم انا عنه هذا مطعم لبناني ايطالي مطعم ايطالي لبناني خاري في يلسه وداخل عباره المطعم عباره عن من فله من دورين ديكورات تاخذ العقل وشيء مميز وعجبني وقلت بعزم الشباب وان شاء الله انه ينال استحسانكم انت ما تختار لنا شيء زين يا ابو محمد يارك الله يارك الله يا ابو التوفيق خلاني اي ديكوره في منتهى الروعه تحس كانك جالس في ضيعه من ضيعات لبنان في بيت كانك داخل مش ساير مكان في مدينه خليفه كانك جالس يلا تفضل يا شباب تفضل هذا المطعم مرحبا تفضل شرف عليك بالسلام كيف حالك؟ أهلين أهلين هذا قلت لهم مطعم جاينا من قبل عايبنا بطريقة ما تتخيلونها وايد فنان وين بنيلس؟ وين ما بدك أنا في فور جايبين جديدة وفي هون ما بدك بس زين أوكي تفضل أقولكم خليتهم أبوي يسيرون وأنا يتصور هالمكان اللي عجبني يوم الثلاثاء خصم بعد ليش بعد خصم؟ ترى شيء ريوق عندهم شيء فطار عندكم ها؟ عندي فطور اي بالضبط يوم الثلاثاء 50% ويوم الجمعة عندي بوفيه ليش السبب يعني ليش الخصم هذا؟ الخصم حق خلينا نشوف زبايننا الحلوين ونعرف ناس هالمكان أكثر بعد اي معلوم يكون بوفيه الفطار ها؟ بوفيه عالريوق شيء يعني مميز يكون على الريوق عندكم ولا؟ عندي شغلات كثير مميزة وحلوة عندي لايف كوكينج كمان المناقيش، الساج، البيض، الشكشوكة في وين يكون موقعها؟ مكانها على اليمين ها؟ هو المنفوت رح يكون في الساج والأومليت والشكشوكة والمناقيش بشكل كامل تحس أقول كأنك جالس في بيت تحس كأنك جالس في بيت ما كأنك جالس في مطعم تمت كير خانة ولا تم رادر تقريبا 90% من سامانهم كل أنتيكس بالأشياء القديمة ما ندري وين حاضرينها كان كله من لبنان لبنان كلها أشياء جديدة ديكور المطعم وايد جميل 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 ديكور المطعم هذا القسم أظني غير هناك ما بروا مسيرها يمين الحريم هناك من يلسات حبيت سير الدور اللي فوق هم سارة وصلا وانا حبيت اتبعهم دري عاد هاو انت ضعفت فوق مجلة الأول هات الدور الأول اللي تحت اقول لك اللي تحت شو الفرق بين الفوق وتحت يعني هون الطبقه الفي اي بي لانه عندنا تحت هي الطاوله الايطاليه الستكشر الايطالي فعليه ضغط فحبينا نرجع هالصاله نعملها بس نفس الديزاين عشان الضغط الناس يحبوه يعني انت يعني تحت الحين الديزاين هذا ديزاين ايطالي ايطالي واللي تحت اللي تحت عاملينه ميكس على الاماراتي على الايطالي يعني مكسين ستكشر سكشر سكشر هيدي لا بس في اي بي لسه ما خلصت يعني بس يعني مبدئيا زيد 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 هذا القسم اللي هذا الحين هذا الحين بنيلس والله وايد فنان مكانكم شايف جميل كيف فنان هلا زيد فنان لانك انت دخلت تقبرني ان شاء الله بعد يعني زدت له ليفل صح ولا لا موجود الطيبين اكيد اهلا وسهلا بروح من المحل يعني من ديكورات من مكانه
ابراهيم شو والله ابراهيم يعني المكان وايد جميل، مكان يليق بمناسبه تخرجك. شو رايك انت؟ مكان ابدا. هنا هنا قرب محمد ابراهيم يا فضايحنا الحين شو الحل ابراهيم؟ يا هو ما يقهر حد يرمسه، هو ما يقهر. كابتن هشام كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من وين انت ابويا؟ مغربي. ما شاء الله والله والنعم. وين في المغرب من وين؟ من كازا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليك تسلم يا رب. الشيف اللي عندكم من وين؟ شيف لبناني. أه. بس المطعم عندنا الكوزين لبناني ايطالي. زين. اهلين اهلين. هذا الرجال ابنه؟ اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله يبارك. انت الشيف؟ نعم. ما شاء الله. شيف لبناني، وين في لبنان؟ من الشمال. ما شاء الله عليك. شوف شو بتسوي لنا اليوم؟ نحن تعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وكلنا أكيلة. نعم. وخاصة هذا هذا أكبر أكيل. زين شو بتسوي لنا؟ نبغى شيء مميز عندك. راح ننزل لك إن شاء الله سلطة فولكانو سلطة. وإن شاء الله راح ننزل حمص باربيدو، حمص مميز إن شاء الله سيكس فلافرز. وراح ننزل تشكيلة مقبلات. نعم. زين وحينا بعد شو بتعطينا؟ ان شاء الله نقبلها. ننزل نقبل سلطة. اي. صوب التفاح. أه. وراح ننزل فتة الشريمس. اها. نعم بالنسبة للمقبلات، وراح يكون في كمان شريم الخيلو. كمان وبعد. يعني كل الحين اللي بتحط لنا كله مقبلات؟ لا الحين مقبلات. اي. وبعد ان شاء الله ننزل بالمين كورس، ننزل ستيك تندرلون واجيو مشاوي. واجيو عندكم واجيو؟ عن واجيو جريد 9. بعد. نعم اكيد 100%. نزيد. تندرلون. نعم. شو بعد؟ أكيد أكيد تشكيل راح أنزل الميكس موربيدو مشاوي وباستا. نحن نبغي نسوي فود تيست على كل اللي عندكم، شو رأيك؟ بسيط. والحمد لله نحن أبوي كلنا يواع وكلنا أكيلة. يا هلا إن شاء الله أجيبكم كل الأكل إن شاء الله. إن شاء توكل على الله. شكرا جزيلا. إحنا يا السياف سامحنا يا حبيبي، سامحنا لا خلينا منك، سامحنا بارك الله فيك، سامحنا. يلومنا فيك يلومنا فيك يا السيافي. هذا كله من ابراهيم. ماشي بلاوه. اي والله كله من ابراهيم، كله من ابراهيم. هذا ابراهيم توفي يا اخي. ما قلت لي ان بيجي وياك الرجال، قلت لي بيون اثنين وياك مربعك اللي انا اعرفهم. لا لا اللي انا اعرفهم اللي جايين الاول من وياك من هالفجيره هيك اثنين. يوسف علي. يوسف علي انا اتحراهم اللي شفتهم وياك في هذا في سيتي وورك. هي ما وعدت يا بلي رجال مستحيل حتى. لا انا ما شفت الصحه اخونا الى الله وياك في الدوام ونفس الشفت بعد. شو رايك طيب اجهز لك شيء شوربه؟ في عندنا شوربه عدس وفي شوربه حليه كثير طيبه هيك. نحن ابوي بتعرف شو بتسوي؟ نحن خمس تنفار، يجيب الثلاثه سي فود والاثنين عدس. عدس حاضرين. انا افضل العدس يعني على فكره. يعني هذا وسهلا هشام. الحين انتم مطعمكم المطعم ايطالي لبناني 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 بس بيكون عندنا كل يوم طبق يومي. تمام. بيكون ممكن طبق مغربي، ممكن برياني، ممكن كل يوم بيكون طبق يعني جديد يعني على المطعم. يعني مش بالضروره بيكون لبناني. وقت العشاء وقت الغداء ولا وقت الغداء؟ من الساعه 1 لغايه الساعه 5 ان شاء الله. والعشاء؟ والعشاء يعني على المنيو عادي يعني المنيو المتعارف عليه. ايوه المتعارف عليه. ايوه. وكمان في عندنا عرض هيك على الغداء من الساعه 1 للساعه 5. يعني اي زبون بيختار اي طبق رئيسي بيكون عنده سلطه على البوفيه يعني فري يعني كومبليمنتري مع الطبق الرئيسي يعني. ما شاء الله عليك. هاي كل افكار من بلا عليك. والله افكار يعني تبع الاداره يعني تبع هشام. اسمي هشام. هشام يعني مسج يقولون عندكم كيكة البستاشو مميزة. والله العظيم مش كيكة البستاشو بس، في زعفران كمان مميزة وفي عندنا. أنا الحين ما يخسر في هذا كله. لكن الحين توا يا مسج قال مدامكم واصلين هالمكان طلبوا كيكة البستاشو لا تنسيني إياها. إن شاء الله. دخيل والدي لا تنسى. أول شيء إن شاء الله بتكون جاهزة لما تخلص. شكرا. إن شاء الله بجهز لك. شكرا. شكرا.
شو الحين لو سمحت؟ هذا اسمه فوكاشا بنزله الزباين. قلت له تعلي حسك لاني ما عارفك شو تقول. هذا هو عبارة عن فوكاشا عبارة عن خبز وعليه خضار يعني على الوش. وده بلسمك صوص تمام؟ زين هذا زيتون مطحون على الجانب. أيوة. لا قبل ما يجهز الأكل يعني. هل هذا شغلكم أنتوا ولا تبون من برا؟ لا وكل شيء الحمد لله شغلنا يعني. حتى الخبيز هذا؟ خبز كمل على الفرن يعني خبيز يعني. زين. تقريبا على قولة مثل تصبيرة يعني تصبيرة. هي عبارة عن سيفود سوب. زين. وهذه عبارة عن أدري سوب يعني شوربة عدس. هاي شوربة العدس وهاي أبوي شوربة السيفود. شكرا جزيلا. أنا شو بيبدني؟ في خاطري أطعم شوي يوم من هاي شوي يوم من هاي. عن خاطري. عن ترى شوربة العدس فهي مميزة وجميل ولذيذ وطعم الليلان مهنهن ومحموس فيها وايد لذيذة شوربة العدس. وعلى فكرة هاي خاشوقتي وهاي خاشوقة الثانية شبت طعمت من شوربة السيفود مالت ابراهيم بعد وايد فنانة ما توقع انه شيء عادي يعني لين حينه اكلهم وايد فنان شوربتين بنتين فنانات. الصالة اللي نحن فيها تشوفونها ليش هنمون هدوء انا بخبركم اليوم افتتاح الصالة هاي اليوم العرب كلهم تحت غير عوايل وخاري بعد شيء جلسة خاري لكن الصالة هاي اللي فوق اليوم مفتتحينها اليوم لنق اول زبون يدخلها نحن على بركاتك يا ابو ابراهيم بركاتكم هنا بركاتك سووا الافتتاح وقالوا بنشوف قدام ابراهيم ان شاء الله يكون انه خضر الله يسلمك من ودرتك انا من يوم يينا اخر مره وين سرنا اخر دبيمون لا يوم نسير مهرجان اضواء الشارجه زين خلاف وين سرت بعدين وين سرت انا هي اسبوع كامل الحين انا اديبك من يومين مشارجه ليش كنت ساير راس الخيمه شو اسمه عرس خر بيعك وربيعك ما عرس لا بعده والله اتمنى انه يعرس ليش ايه ما يبيع عرس يقول بعدنا صغير واخونا الاصغر ما عرس وانت انا ايه انت والله يكتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترى يا اخي ذكره والله يسلمك ايه نعم الله يسلمك انت ابو محمد ناس تبى صدق انا جاي متأنية جاي متأنية حق ابو محمد انبطي خبرتني قالت لي الحق ربيعك موجود في الكافتيريا زين الحين انت منو انا عبيد محمد حسن مسعود الزهابي والله والنعم يدك مره يا ابو عثمان هي وين يا ابو عثمان تلاقينا سنه كم عادي الله عاده حطت ادنك الزهابي سنه كم من العام الاول والله وقبل العام متى شايف انك كنت وياك في سويسرا خايبه متى قبل الاتحاد وين كنت قبل الاتحاد ما كنت في سويسرا قبل يعني كبر وياي هذا بداية كيف عرفتني انا موجود هني ها كيف عرفت انبطي خبرك قالت لي الحق خويك موجود في المطعم الفلاني اي نعم شوف انت وانا توني ظاهر من الحلاق وحتى انا كرفت التعشى عندنا عليك كرفتي عليك كرفتي رجعت ابراهيم يلا تفضل لو ما رجعنا لبرفجك يا والتوفيق ما بيطيع والله مليون مرحبا لا اله الا متفارجين في سويسرا وتلاقينا في مدينة خريبة والله انت كراك حامي لا تلاقينا في الممشى في دبي بعد رمضان يا اخي وين بروح ما اتذكرك عاد الله طالع علينا شو مسوي لنا حد ربك اني اقول لك نحب العش نحب ربك حب خلقه فيه أمة لا إله إلا الله تحب من شرقها لغربها انظر نظر على الخليج وين ما سيد الخليج أوي شنو تعرفون أبو محمد استوت ماركة اللهم لك الحمد هذا طلع من مواطن هاي والله هاي روح رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى والله عشان إني أتساءل والله سبحان الله شنو شرقت ربه هذا خلينا الناس تحبها كذا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حبيبنا الذي تعرف الريال هذا انت تعرف الريال والله يا رب والله شديت انت قبل والله شو رايك في المطعم والله يا ابو جمال هذا في مشروب اللي غير اشرفها دائما وهذا الكيك الزعفران والله
فنان. وهاي الدنيا حين هذا حسب خبرنا شو هذا حين بالضبط؟ هذا عبارة عن فولكان وصغد. هي. تمام. هي. هذا عبارة عن كينوا ورق عنب. ورق عنب بالكينوا. ورق عنب بالكينوا. هذا عبارة عن مانجو صغد. تمام. هذا عبارة عن موربيدو أبل صغد. زين. وهذا. وهذا سبيشال حمص موربيدو. عبارة عن حمص مع عسيت نكهات يعني. شوف أنت وهذا الحمص العادي. حمص العادي تحيما. زين. هذا الخبز اللبناني المطور الحلو. بارك انت والله الحلو. هذا ابو الرياس من سيف الدرمكي، هذا ابراهيم بن توفيق. الاثنين خلاص احفظناهم. وين هالاثنين؟ هذا الخبير وهذا ابوي دكتور ابراهيم. وهذا ابوي سيف الدرمكي. وهذا محمد السويدي من هالبطين. نعم. وانا خالد الخالدي من مدينه محمد بن زايد. جزاك الله زايد ها وقبل من هناك مدينة زايد ايش ايه قبل ما يكون عندنا بساعات فكرة السلطة هاي اللي فيها الـ 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 التفاح الأخضر من وين هاي الفكرة؟ والله من فكرة من مطعمنا يعني من الشاف يعني والله ولا موجودة في مطابخ ثاني ولا شيء ممكن تكون سلطة تفاح بس الدريسنج وال طعم يعني مستحيل تكون نفس والله شيء غريب ورق العنب حاشين الكينوا بالكينوا هو نفس النظام تبع ورق عنب عادي بس بدل الرز بالكينوا يعني علشان في زباين يعني ياكلون يعني اكل هيلثي يعني شويه صحي يعني بيحبوا الورق عنب تبعهم يعلك تسلم ايش هو حينه؟ هذا جبنه الحلوم مربيدو وعباره عن حلوم مقلي باللوز اللوز؟ شيء جديد ايوه باللوز بس كثير مقرمش وحلو يعني. زين حط لنا عاد. سلطتكم اللي من قبل كل شيء قوي كان عندكم. اللي تو صبرت لكم من قبل سلطتكم كلها فنانه. هذا الحين باجي الحين ما ظننا. يقول تتخرفش مقرمش. اللي بيجي وما بيطلب من هالجبنه لي ضروري ما اعرف نسيت شو اسمها حلوم ادري بحلوم لها اسم غير ما ادري شو سماها نسيت تعاده المهم حلوم اللي مقلاي مقلاي باللوز لها اسم ما ادري شو قال اسمها صعب هذا خمس مره خيبه الحين عد كل اللي قلت قبل شويه هذا شو هذا عباره عن بطرش بطرش شو يعني؟ بطرش هو عبارة عن شطب الباذنجان مع اليوغورت وعليه قطع لحم صغيرة هيك مع التوميتو صوص وشوية صنوبر على انزين وهذا؟ هذا عبارة عن روبيان اتجيلو بيكون مطبوخ مع ثوم وشوية سبايسي يعني مع شوية انزين وهذه؟ هذا عبارة عن فتة روبيان وعبارة عن طحينة عليه روبيان وقطع باذنجان كمان وهذا كل اللي أخذ منه الطبخ اللي أنا قبل شوية شفها اللبناني؟ نفس الله تمقواه في ثوم وشويه سبايس يعني نكهه يعني هذا زين هذا زين انا ابوي يعيبني الثوم ويعيبني السبايسي ويعيبني كل شيء قبل شوي حطيت الربيان شو يسمونه؟ ربيان الجيلو لا اللي تونا كلمنا اللي هذا ها هذا ها ايوه شريم الجيلو شريم الجينو؟ الجيلو هذا يعني طبق ايطالي في عليه طلب وايد يستوي هذا طبق ايطالي بس في لمسه موربيدو يعني لمسه تبع موربيدو يعني موجود بس موربيدو يعني وايد فنان اهلا وسهلا اي وايد فنان ربيان جيلو تكرم يهم بس ربيان جيلو اسمه صعب يا ريان هو ربيان بالعربي زين والجيلو شو هي الجيلو يعني هو اسمه يعني الجيلو اسمه ربيان الجيلو هذا ابو شوي ترى في فلفل فتن لذيذ الحين ولا تكوده هذا عباره عن باذنجان وخبز محمص فته الربيان اول مره بحياتي غير فته الربيان شو اللي يميز ابراهيم عندك انت صقعت الرايه زين يوم تكون حط السماعات في التليفون والله قفز لي مرتين زيط قاعد وانا غافل يا ابو كيونا كم مره هذا مال الشغب في لندن وهو السبب من صقعته والله ايه ما شغب يقول عن ابوه هذا شو حاطين وانت مصبر وانا وين مصبر انت؟ في دبي الممشى لا
تلاقيت وياك في الممشى وجيت رجال. نعم. هي. يقول لي عاد آخر مرة شايف إنه في السناب الخارجي. لا إله إلا الله. إيه والله. شيء جميل إذا إنك تظهر على شاشات التواصل الاجتماعي وكل اللي يشوفك وكل اللي يتذكرك. ترى هذا من إيجابيات التواصل الاجتماعي. إذا تصور ويا حد ولا حد يصورك ولا تشوف حد ولا حد يشوفك، الدنيا كلها تعرفك والدنيا كلها بتشوفك وبتتذكرك لأنك أنت مختفي عن الأنظار. مثلا لحظة، الرجال هاللي أنت شافك من متى يعدي بك؟ يشوفني وهذا بيذكر السالفة. زين أنت متى يعدي بك الرجال هاللي شافك؟ بعد سنتين ثلاث ما شفته. سبحان الله. نعم. يا أخي هذا التواصل الاجتماعي هم من إيجابياته. أكيد. يجرب البعيد. أيوة. ويبعد القريب. زين الحين في يوم تصير تسافر تسوي صداقات لو تشيل ربعك وياك؟ لا لا اسوي صداقات هناك. الصداقات اللي امس سويتها هذه في سوريا. في سوريا. هي. ما اعرف. هي. ولا اعرف اين سنه يلعبون طاوله في القهوه. طاوله طاوله الزهر. هي. شافوني اتابعهم وهذا واحد يبيعهم يابس ايام. يعني عرفت الاب؟ انت شايفك ما تعرف بطل الامارات ما اسمع عنه. انا بيت بطل الامارات. في الطاولة. ولعبت وياهم. ولعبت وياهم ورشني. وتعرفت عليهم وتعرفوا عليك. ورشني اقول لك قاعد فين وبطل الامارات. هو سوري؟ سوري. في سوريا ممنوع تصير سوريا؟ 96 96؟ يعني امسات. اول امسات. ما شاء الله عليك يا عبيد الله يحفظك. من كم من سنة؟ 20. تقول امسات؟ امسات لا شيء سنة اولى امسات شو ما انا اليوم وصلتني معلومة والله عمر الشباب من 40 الى 60. هذا اكيد 100%. يقول لك مراهق. مراهقة ولعب. صح. اي والله. هم راحوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزلت الرسالة بال 40. عرفت كيف؟ اي نعم صحيح. انا يوم شفت عمري كذا لا بعدين شفت. شوف زين ليش ما تاخذها الثانية؟ شوفونك عاد يا ربي الخوف. وش لي ادربي دع عن عود اضيح واتكربع انا وياك على اللي عندي خلاص. اول شيء هذا شو؟ هذا عبارة عن دجاج، صدر دجاج بيكون مشوي وعليه صوص وايت صوص مع لوز على الفوق، يعني بيسمى دجاج باللوز. وهذا؟ هذا عبارة عن موربيدو باربيكيو مشاوي مشكل. تمام. عبارة عن تكة وشيش طاووق وكباب وريش وعرايس. زين بارك الله فيك. السلام عندك؟ هو هذا الدجاج باللوز يعني بيعتبر البيستر تبع الدجاج يعني. ما شاء الله. وكذا انت تلعب العماله الحين اللي اطلبه طالبين عده اشياء يجيبونهن ويحطونهن شي علين ويسرفز بهالطريقه. فهل اساس نحن طالبين ابوي من كل شيء. قلنا له ابوي حط لنا من كل شيء، كل شيء شوي 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 بس علي. صح. حط لي من هاك الابيض الشيوعيه هي قصر شويون وحط لي منه. ايوه هذا اللي تشوفه. عباره عن شو بعد؟ عباره عن باستا تشيكن كاري مع زعفران فريش. اي وده عباره عن ركله تشيز بنصبوها عليه ان شاء الله. زين يا ربي اشهد انك ربنا عزيز. ابوك كان بناكل كان بناكل بنتضحك يا ابوك يا رب. اي رجيم ابراهيم والله انا داري ابو محمد. ها لاحظت اي رجيم يا رجال. هي والله رجيم خرب خرب الرجيم. شكرا جزيلا. شو حين هذا بالضبط؟ هذا البيست سيلر تبع المحل اللي هو تندر بلاي ستيك. تمام. هو عبارة عن تندرلين ستيك الجريك ناين الواقي يعني لحمة الواقي. انسي يلا
قلتي له الحين ابراهيم فضحتنا ويا العرب يا ريال. شو يا ابراهيم اضحك حبيبي. إذا ممكن تعدى بس أخذ صورة مع إبراهيم. إبراهيم يلا يلا تشيز هذا تشيز أنا تشيز أنت تسوي معرسة الحمد لله معرسة ابني في جوز ابني يا حبيبي لك شو مفكر هرب الله دهرية دهرية يعني هذا كبيرة الله اكبر من عندك. انت بس خليك على ضحك بس. ابراهيم عيب يا ابراهيم فضحتنا ويا الحرمه. عن جد شايف؟ هي والله. كيف؟ اخ عليك يا ابراهيم. ستيك جاي شكرا جزيلا هذا واجيو ستيك واجيو ستيك ريجنا بعد شو افعليه واجيو في درجات من 10 اظن من 12 ونازل اي هذا رقم 9 اي هذا رقم 9 شو اعطيته تو الحين ماخذ رقمها ولا هي اعطاك شو عيل لا ماما ها السلام السلام شو حلقه ما اقدر رقم السناب مال الرجال شو تبين تاخذين سناب عشان شوفوا تابعين واخذ بزنس مصلحه يعني بس تخزيني انا ما عرفت الله يرحمك الحمد الواقيو ترف ولذيذ ورقم واحد ما شيء قلب قلب من ذل وايد بسيط حطيته لنا ابراهيم بيكون انت ما تباهي السناك هاي بجيب السيارة هي بس عليك لا خليت بس امرون بس ها لا لا بس يسد يسد ابوي بس عليك ابراهيم انا بالعافيه شكرا والله بطني متروس فكاك بطنك انت شي مزره من هن اللي قالوا حقي انا اللي قالوا لي الشباب يطلب منه بيستاشيو هذا ايوه عباره عن كيكه البيستاشيو فوندون وجواها طاشو دايب يعني بعد وهذا ايس كريم يعني جانب مع فروت هي تي هنمون روحها وهذا هذا عباره عن براوني شوكليت جواه بيكون ايس كريم تمام هي. وبصب عليه ان شاء الله الشوكليت سخن يعني زين يلا توكل على الله وهنمون يعني انا اللي حقي وين من هن اللي انا طالب من هذا زين هذا دمار دمار شاب اللايم هذا كله ابراهيم توفيق وين الرجيم اي رجيم يا ريال اي رجيم وذي وحدة ما مضر ما تضيع نعم الامر اي نعم انا متهلع على هاي يا انت يك كم مكبرها اشوف يك بالله علي يك شوي يا ابوك يك روح حكينا يد عروس والله صبيعات عروس مدلمايات والله العظيم والله قسم بالله العظيم أتي مرة ثانية لو سمحت فضحنا وين زيديك خلاله والله والله يا ابوك تعز ما زيل لصبيعاتك يا والله يبان الروايب تي شو يقدم هذا شو بعد حينه هاي اللي حقي أنا اللي قال لي عنها هاي اللي قالوا لي عنها هو الاثنين بيستاشيو يعني ايوه دي بر طعم من هذا من هذاك يلا عاد يا ربي يا عثرتنا خلاص ان شاء الله ناوي تلايمها انت خفيف الحليب بالزعفران بعد نفس الطريقه لكن هاي بالبيستاشيو وهاي بالزعفران وفي كمان عندنا بالحليب بالفانيليا يا ابوك بس كم بتكود لنا انت
يا ربي اي رجيم. كيكة الحليب بالبلد. هذا الشوحي كذا مسج يعني قال اطلبه من هذا. تمام. هذا عصير عنب هي سباركلين فوار. تمام. اسمه سكافيري. من وين هذا تطلبونه؟ من المانيا. من المانيا. تمام. انتم روحكم تطلبونه على فكره هو غير كحولي بعد. لا صوره يكون كحولي مكتوب. اي والله. يلا نسي. بعد ها يلا. تحرونا من هاك الشغيلة الحمد لله. ايه ابو ابراهيم والله مميز. ايه والله انا ما سويت لها مميزة وقبل ما اصور لطمتها خلاص بسوي. حط ابوي حط طبوا من كل شيء شوي شوي. يا رب ندوكم ترى شيء بعد داخل. يا ريال اسمي مشكلة. هذا هذا عبارة عن عصير صحي يعني بيهضم يعني اسمه ديجستيف. منو؟ ديجستيف. انزين. عصير ديجستيف. شكرا جزيلا. عبارة عن صودا هي. مع زنجبيل تمام وليمون يعني كتير طيب بعد الأكل يعني بيهضم. زين مشكوري والعافية. شكرا جزيلا. اسمي ولا اسم؟ لا اسمك انت. شو اسمي؟ هشام. وهذه اسمها ديجستيف. زين حلبي شو يقول يوم يطلب هذا؟ هو يقول الديجستيف. هو اسمه الديجستيف. ديجستيف ايوه. زين العصير اللي بيهضم يعني. اتوقع طريقه الطلب اللي نحن استعملناها تطلب ويسوون يعني مثلا حب يبون لك من كل شيء قطعه ويعطون كل حد شو حق قطيع وحده صغيرونه. هاي البستاشيو والكيكه اللي هي ها سلم عليكم ابويا يعني هذه مثلا تبون وحده بدل ما يتم في خطاركم تطلبون وحده ويخطفوا بهبوي على العراب كلها تسد. واحد من هذا مال البستاشي وكيك واحد فانيلا واحد زعفران وهذا المردم العود اللي هني ها يخطفون عليه العرب كلهم. والله شيء جميل يعني ولذيذ وفنان. وهذا بعد لطم كان شوي الحين اول نص الكاس. هذا عنب. عنب قلت لي هذا عصير عنب فوار غازي. هي عصير عنب فوار غازي وايد لذيذ. هنا وهذا ابو وقف مالي قلت ابوي اللي زاد عنهم هناك يحييبه لا ترده بستاشيو فندق. مع السلامه ابوي. شكرا جزيلا. بارك. لا خليت مشكور. شكرا على اللي شرفتنا في مكاننا هالفنان والمتواضع وطاولتنا العاديه وكان ليتنا درينا بك. الله يطول عمرك. ليتنا درينا بك بتي. الله يسلمك. اي والله كان بنذبح لك شيء وانت تذبح لي فيه في عقرة. الله يسلمك. شكرا. شوف عثمان شكرا جزيلا على كل اللي سويته. ابدعت وسويت شيء جميل. كل الاكل اللي حطيت ولا غلطه كنت اتمنى القط اي غلطه لو حتى كبير. الله ستر انك ما سويت شيء غلط. الحمد لله. حياك الله. بارك الله فيك. شكرا. يلا ابراهيم خلص ابوي خلص. طارت الطيور والخيمه كم مره امسات في الهند بعد نفس الشيء. اي والله لا مشكلة اني ما اشوف تحت يوم امس. ليش؟ كلها اشوف جدا من طولك. شفت هذا؟ عطنا زين شوية من طولك محمد. حليلي شو ما شاء اقول لكم مكانها الدور اللي تحت وايد جميل 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 بدون يعني فوق عن اللازم. هذا نفس الصالة اللي نحن فيها اروح. هاي صالة واحدة تحت والصالة العودة فوق الجديد. هاي صالة لابو صولة. هاي صالة لابو لي كل زين كذا بخير ما تروح تعلمها.
ولا شيء، عادي عندها كل مرتب كل فنان. يا ليلى فكرة مطعمهم مميز وجميل وملفت للنظر ويستاهل من يعني له، وكل شيء عندهم زي أكلهم كل اللي حطوه. كنت أدور أي غلطة ابتفق أدور أي غلطة في أسب أنقد عليها ما لقى. أكلهم فنان وغاوي ولذيذ وحامز، وكل أكلهم ياي حار يدخن، ما بيا شيء من المطاعم من تطلب الأكل ياك مثلج مفغلل ما ينكل، لكن هاي كل أكلهم فنان. وكذا صالة عندهم صالتين ثلاث تحت من غير الصالة اللي فوق، شيء السخاري بعد وايد جميلة. المطعم يستاهل من يعني له، وأكله فنان، ولكن سعره مش رخيص على فكرة، أكله مش رخيص، شوية أكثر عن المعقول، شيء بسيط 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 يعني يمكن 5% ترى مش وايد على أكل طازه وفرش ومميز يفدنا. شكرا شباب على حسن الضيافة، شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، مشكورين، مع السلامة. صب الله عينك. صبي بد الصورة، صب الله عينه، استغفر الله العظيم. خلي ما نصور المنظر لخاري هذا، هيا لسه خارجي بعد، ها منظر خارجي، ها بخارجي يلسى خارج في الحوي، ها رب الله ما بهسه، باهسه باهسه. إبراهيم أقول لك هاي حين حب، هاي مديرة المدير ولا شو تشتغل هني؟ والله ما أدري، ها؟ والله ما أدري، صدق والله؟ لا والله. إلى اسمك سحر، سحر مدام سحر شكرا على حسن الاستضافة، مطعمكم مميز وجميل وفنان، وتعب كرت إن إحنا أعطيتونا الكرت. جبلوا كرت مطعمنا زادت يعني زدت عليه رقي. أنت من وين في لبنان؟ أنا من الشمال. ونزيد شو تسوي هني، تشتغلين ولا راعية المطعم؟ بيقربوني صاحب المطعم. بيت خالتي. وشوف لين الحين نص الليل يا سبي عندهم؟ ما انت اللي منقعني لنص الليل، مين اللي منقعني نص الليل؟ مش حضرتك فوق حق ودقه كمان، فوق حق ودقه. قولي لي تذكرت يا عمي تذكرت. على فكره في شغله ما خبروك عنها، نحن كل التيشو والكلينكس والهيدا ورق صحي بعد. ايه كل شيء، الاكياس جيب له كيس الاكياس والتيشو والورق كله عندنا صحي. ايه هاي ابوي حتى اوراقهم كلها صديقات للبيئه، كلها صديقات للبيئه، حتى قراطيسهم صديقات للبيئه، التيشو كله. وهذا الكرت اللي ما شاء الله مطر وشنا خير. انت من بيت ابوي فاتحين ما ياكل مطر اليوم نحن هنا، وشك الخير يا حبيبي منيح. اي والله تبارك بالنواصي والاقدام، بسم الله ما شاء الله، وشك خير علينا الله يخلينا. هذاك اللي وشك خير شوفي. اضحك اضحك يلا. ليش؟ صحة وعافية. يلا شكرا جزيلا. أبوي المطعم في مدينة خليفة. خليفة ألف. وهذا أبوي رقمهم وهذا عنوانهم. اللي يبي يسوي عليه كابتشر. شك. وينك عادة؟ ويني؟ هذه ها. هاي. ما شاء الله عليها. وشو خير؟ شوفوا الشتاء المطر، وشو خير علينا يا رب. وانت الحين انت حرمه وياس بين هالرجال الكلام هالكذا. والله انت اللي منقعني لهلا الحرمه، والله ديتو غادي كانت ديتش الحمام. ليش ميلسه؟ انا فهمت عليه سؤال بس يا حبيبي، انا بميت رجال. ياس لكن انا لبنانيه وبميت رجال. عرفتوا؟ اي والله شاب هني هيام يونس. اي اشابه هيام يونس. والله حلوه مثلي. هي والله حلوه يا هيام يونس. شفتوا انا شو هيام يونس؟ والله ها ابراهيم شو رايك؟ يلا يعني تيك العافيه محمد. باب مسكر. بس دق هذا الفص الخضر اللي على الباب ويفتح لك. الله يحفظك يا محمد. والله مرحبا ابراهيم. ما قصرت ابو محمد. قصر عنك هذا كله ابوي احتفاءً بتخرجك. جزاك الله خير. وين عندك صور مال التخرج؟ عندي انا طني بظهرها.